ان انا اكون فنان في الصعيد او في الاقصر بيبقى جميل لان انت حقيقي بتقدر تتمتع بكل يعني المداخل البصريه اللي موجوده حواليك من اثار ومن طبيعه ومن هدوء ومن ان الوقت نفسه حقيقي مختلف ووقتك بيبقى واسع ان انت تقدر تشتغل وتقدر تركز ويبقى عندك يعني كل المداخل دي حواليك وده بينميك انت كفنان. الموقف الفني الموجود في القاهرة أو الوسط الفني في القاهرة يعني وسط شبه وازي ويعني بيتكتل في الأماكن اللي بيبقى فيها دار العرض مثلا أو كليات الفنون الجميلة، بس في الصعيد لغاية دلوقتي يعني هتلاقي إن الفن حقيقي لسه موجود في البيوت، لسه موجود في كل بيت في الصعيد لأن الناس بتعتمد عليه إن هم بيزينوا بيوتهم، بيبتدوا يعملوا رسوم للحج، بيبتدوا انا شخصيا كفنان في الصعيد بقى عندي في جمهور يقدر يشوف الشغل، مش هيبقى جمهور للتسويق الفني او السوق الفنيه لبيع اللوحات، يعني بالنسبه لي انا هو المكان اللي اقدر اوصل فيه رسالتي. هو المشروع الفني في الشارع هو مشروع احنا فكرنا فيه من فترة لان هو بيتعلق بوجود الفن في الشارع، ففكرنا ان احنا ازاي نقدر يعني نقدر نعمل زي يعني ملتقى لفنانين من يعني دول مختلفة ومن مناطق مختلفة من مصر، وفي نفس الوقت نبتدي نجيب فنانين فطريين من الفنانين بتوع القرى نفسها، لان المشروع نفسه كان بيتعلق احيانا بان احنا بنحاول نعمل حالة احياء للفن في المجتمع. المشروع هو بيهدف لان التفاعل مع الشارع وان احنا نبدا نرجع فكره الفن التفاعلي مع الشعب، من الاطفال بيخرجوا اللي جواهم، بيخرجوا الافكار اللي هي موجوده عنهم اللي هي بتتكلم عن المجتمع اللي هم عايشين فيه، عن البيئه بتاعتهم. ايام الاولى احنا يعني اشتغلنا مع الاولاد، فالاولاد شاركوا باشياء هن نشتغلوا معنا، هذا كله بيخليهم هن يحسوا انه هن لهم علاقه بالمكان، اجوا على المكان اشتغلوا بالمكان، ونحن بعدين رح نعمل شغل فهو كمان حيكون يعني تبعهم، يعني هن حيحسوا انه هن يعني هذا مكانهم بغض النظر عن اذا كانوا دائما بيجوا او لا، بس يعني كل ما يمروا حيكون في لهم ذكرى بهذا المكان. الناس هنا بطبيعه المكان بتزخرف في الحيطان بالكتابات، فكنت حاسه ان الكتابه اكتر شيء واصل للناس من طبيعتهم، فان هم يشوفوا فكره ان ممكن يستغلوا الكتابه بتاعتهم بخط عادي جدا ان هي ممكن تتحول للوحه فنيه، ده كان شيء لفت انتباهي ان انا انفذه لهم على الحيطه. يعني فكره التحرر ده في حد ذاته بيخلي جانب من الشخصيه ان هو ينطلق، ان هو يفكر بطريقه جديده، ان هو ان في مفردات ممكن يعبر بيها حتى ما كانتش عن طريق اللون او عن طريق اللاين او عن طريق الرسم عامه، بس بيبقى عنده فكره ان هو يتحرر، ان هو ممكن يعبر عن نفسه فكره بثقافته، وبتبقى كمان مرايه لشخصيه الطفل المجتمع اللي هو فيه. We made a tour through Luxor and all the ancient buildings, and we found out that they're using these mud bricks, and I found some here next to the association, and then I thought, okay, we can maybe use just material out of the street and what we found, and so we took these mud bricks, I have one here, these old mud bricks, and mix it with water, and we just produced clay. And the kids really, really loved, I think, so there was My best thing, the best thing was that one of the kids came one day later and he at home, he produced his own clay out of this material and made his own cats and turtles and brought them here. And I was very happy. Everywhere is art. Kind of ancient art, the ancient Egyptian time, but I think
just modern art or just do something is not that common. People are not used to paint pictures or so, and then that's why I thought it's maybe kind of uncommon to start a project, to start something like this, just to open up in the street and say, come on, it's art happens, but it happens in the university, it happens in the museum or in galleries, but these are mostly just closed spaces for people from the neighborhood, and most they are not, they're maybe afraid of going there because this is not their field where they should go to. They can go to a supermarket, but not to an art gallery. بيعمل فيه الشغل ده فاحنا ما كناش ان هو هيوصل للمرحله دي صراحه يعني احنا ما كناش عندنا فكر ان هو هيوصل للمرحله دي ان هو يجيب الاطفال ويتعلمه وكده احنا كل فكرنا ان هو هيجيب ناس معاه صحابه ان هم يشتغلوا ويرسموا وكده ويلونوا فاحنا لما شفنا اللي هو عامله الصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة تستفاد بها الأطفال يعني الصراحة بأمانة حاجة كويسة خالص. يعني هو لو مش للأطفال يعني احنا كده بنقول ان احنا عايزين نعمل تغيير من خلال الفن او من خلال الثقافة انا مش هقدر اغير حد خلاص ممكن اتعاطف معاك ممكن يحب الفن ممكن يحب الحالة ممكن يحب ان هو يقعد معاك ممكن يحب حالة الفنانين مع بعض بس التغيير نفسه مش هيتم غير من خلال الأطفال
فابتدينا ناخد نستمد من الاطفال. طب ما تيجوا يا جماعه نكبر الشغل بتاع الاطفال نحطه على الحيطه. ايه المشكله يعني هنكبره ونحطه على الحيطه ويبقى احنا مرجعيتنا كلها الاطفال او مرجعيتنا البيئه اللي حوالينا. هدفنا اللي موجود من المشروع ان احنا نبتدي ازاي يعني حقيقي نعمل يعني حاله مشاركه ما بين المجتمع والفنانين اللي موجودين في الملتقى بحيث ان هم يطلعوا منتج فني واحد، فبالتالي يعني ما يبقاش في مشاكل ما بين الفنانين مثلا، ما يبقاش في تصارع ما بين الاساليب ويحصل حاله تنازل عن الشخصيه الفنيه، بل نبتدي نفكر كلنا كمجموعه ان احنا ازاي ننفذ. روح جميله والله اني اقعد وسط فنانين واول مره اقعد معهم، اول شغل اشتغله معهم، فده بيكون زي عالم يعني مغلق، انت تحب في تشوق تخش العالم ده. ففي الشغل هو بيديك الانطلاقه دي، بتشوف بناء عليه هشوف الناس دي بالظبط، هل في فن ولا ما فيش فن ولا كده حياه؟ لا انت تخش مع الناس دي في الدايره هتندمج اكيد. والفن ده يعني انا متهيألي لغه الشعوب، لغه العالم الفن. ناس كتير هي تتمنى ان يكون في مدرسه زي كده تعلم يعني شغل الفن. في ناس عاوزه تتعلم بس مش عارف في مكان، مش لاقي مكان. هتلاقي ناس كتير ضاله في الطريق عندك. الشغل ده هيجذب الناس دي ممكن تتعلم. طبعا ربما في ناس بتناقش الموضوع ده، لان حصل نقاش بين بعض الزملاء في تجربه الفن والمجتمع، والفن من الفن للفن او الفن للفن او الفن للمجتمع. انا الحقيقه بشوف انه الفن من الناس وللناس، يعني دي الفكره اللي هي ايه اللي بتاكد المعادله بين الحاله انه انا بعمل فن نقي بيور في بعد ذاتي وفي بعد جمالي يتجاوز حدود التسجيل اللحظي او الواقعي، وفي نفس الوقت يكون لي تاثير ومضمون تاثير على 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 الشارع. اللحظة دي لابد ان انا اتذكر الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، وانه اؤكد على نقطة مهمة اللي هي اضافتها للفن، في انه الناس والشباب ابتدوا ينتشروا في كل شوارع المدن ويرسموا، وكان رسوماتهم نظرا انها خارجة من الواقع المعاش، فكان في تفاعل، الناس بتتفاعل معها بصورة ايجابية وصورة سريعة. فده بيخلينا نأكد على أنه الناس عموماً يعني سواء في مصر أو في حتة تانية بيستقبلوا الفن، بس علينا احنا مهمة أن احنا نوصله بالطريقة اللي هي تناسب الناس. لقينا أن احنا ازاي يعني نعمل حالة استدامة، ازاي الناس حقيقي يبتدوا يبصلنا كجهة هم يقدروا يثقوا فيها، فبالتالي ابتدينا حبينا أن احنا نتعامل بعقلية الناس أو عقلية المجتمع اللي حوالينا، وازاي ان احنا نقدر نوصل رسالتنا، لان احنا يعني العاتق بتاعنا احنا اساسا واخدين على عاتقنا ان احنا نبتدي ازاي يعني نحاول نعمل حاله تغيير في المجتمع. فده بس طبعا بيحصل اي مشاكل في الطريق، بس يعني بالانشطه وتعاملك مع الناس مع الوقت بتبتدي تفهم الموقف. الناس حقيقي بتبتدي تشك انت بتعمل ده ليه، لان الناس بتقول طب انت يعني انت مش مستفيد ماديا مثلا منه، او انت مستفيد من ايه، فانت ايه استفادتك؟ هل مثلا عايز تغير الناس، عايز تزرع حاجات في يعني في دماغ الاطفال، عايز تعمل ده؟
والشغل مع الأطفال بيبتدي الناس بتبتدي تلاحظ إن المدخل للفن. ازاي حقيقي نقدر يعني نوصل للناس رسالتنا من خلال الفن؟ فاحنا بنحاول نلاحظ ايه الحاجات اللي الناس ما بتحبش تعرفها. يعني احنا بنحاول المجتمع بيحب كذا او كذا او كذا، فاحنا بنحاول نقدم المجتمع من المداخل اللي هو عايز يقبل منها. احنا حقيقي عايزين نقعد مع بعض، الناس تقعد ترسم، الناس تتبسط، الناس حقيقي تلاقي في فرحه موجوده في الحياه. يعني في جزء، يعني انا ممكن انسى همومي واقعد لمده ساعه في اليوم ارسم مع الناس دي واقعد، وده هدفنا. يعني هدفنا ان الناس تبقى حقيقي تعرف ان ده يعني، بس ان حقيقي انت ممكن تيجي هنا تقعد في المكان ده وتبقى مبسوط شويه.